هنغطي يمكن معظم أفرع أمراض القلب في السن الصغير في الأطفال وفي البالغين أيضا. الحاجات اللي هي بيتولدوا بيها الأطفال ممكن تستمر معهم لسن كبير. التركيز السنة دي هيكون على منظمات ضربات القلب والضربات الغير منتظمة مع الموجات الصوتية رباعية الأبعاد واستخداماتها في الأسطرة، يعني ما كناش اتكلمنا عليها قبل كده. وإن شاء الله يبقى مؤتمر موفق إن شاء الله.